ورحمة الله تعالى وبركاته. رحم الله الشيخ عبد القادر آل شيبة كبير سدنة بيت الله الحرام، وكما جرت العادة عند سدنة بيت الله الحرام أن يعينوا كبيرا لهم بعد وفاة كبير السدنة الذي يليه. وتم تنصيب الشيخ الدكتور صالح آل شيبة ككبيرا دكتور صالح بن زين العابدين آل شيبة ككبيرا لسدنة بيت الله الحرام، وهو كبيرا لهم. وهذا يتم عادة بين آل شيبة جميعهم. والآن تتم مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومفتاح مقام إبراهيم لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين آل شيبة في ثالث أيام عزاء الشيخ عبد القادر آل شيبة رحمه الله. وتتم مراسم التسليم بتسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومفتاح مقام إبراهيم من قبل أبناء الشيخ عبد القادر آل شيبة رحمه الله إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الجديد الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين آل شيبة. وهذا هو مفتاح الكعبة المشرفة، وهذا هو مفتاح مقام إبراهيم. ونتمنى واستودعوا لنا مفتاح الكعبة المشرفة كي يشاهده الجميع. سوف يتم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة ومفتاح مقام إبراهيم لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ الدكتور صالح، ومفتاح باب التوبة أيضا للشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين آل شيبة، وأنتم على ذلك من الشاهدين، والله خير الشاهدين. نسأل الله التوفيق والسداد لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ الدكتور صالح آل شيبة بعد تسليمه مفتاح الكعبة المشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لهذه المناسبة الطيبة، وإن كانت مؤلمة بموت السابق إلا أنها أيضا مناسبة طيبة أن يتولى الستانة كافر عن كافر كما كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أعطاها لجدنا عثمان بن طلحة، وقال له خذوها يا بني طلحة خالدة ثالثة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وقال أيضا عثمان بن طلحة يا عثمان إن الله تعالى استأمنكم على بيته فخذوها بأمانة الله. وإلى اليوم وإن لم أكن في مقام ذلك الرجل الصحابي الجليل عثمان بن طلحة إلا أنني في هذا المقام أستلم المفتاح وأستلم زبالة الكعبة بعد المقيد اللاحم الشيخ عبد القادر رحمه الله رحمه الله عليه. وأرجو من الله العزيز القدير أن يلهمني الشكر على هذه النعمة وأن يديمها علينا كما وعدنا بذلك رسول الله حينما قال إلى يوم القيامة
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعم جزاك الله خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حسن أداء هذه الأمانة التي أنيقت بكم بإذن الله تعالى. عبد الله.